إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأعراض والعلامات لسرطان المعدة. غالبا ما تكون الأعراض في يعني الأعراض مبهمة وغير واضحة، وهو يعني ما قد يؤدي إلى التشخيص المتأخر للمرض، وطبعا يتسبب في انتشاره ويجعله يعني صعب الشفاء، وتوقع الشفاء ضعيف جدا. وطبعا يوصف البعض انه يعني كشكاوي قرحة المعدة، مثل قرحة المعدة، ولكنها تختلف ان يعني المريض يعاني منها فجأة، وطبعا المريض ايضا يعاني منها لاول مرة بعد سن يعني 40 مثلا. طبعا تيجي في اي وقت، هي ليس شرطا سن 40، بس سن 40 عادة هم اللي يجون نسبة كبيرة عندهم، يعني بعكس الحال مع الدرس القديم اللي تكلمنا عنه، يعني القرحة التي تسبب البكتيريا. طبعا كلنا نعرف ان الخلايا السرطانية عبارة عن نوع من انواع الخلل الوظيفي في الخلية نفسها، مما ادى الى فقدان نظام الخلية لجزء معين من أنظمتها، مما سببت اضطراب فيها. ومن الواجب استشارة الطبيب مباشرة عند الإحساس بأي ألم أو إمساك في المعدة للفحص المبكر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعودي الحليبي.